السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه وفي احسن الاحوال. فيديو جديد وجديد العبايات، عبايات بتصاميم راقيه للمحجبات وغير المحجبات كذلك. هادو بعض التشكيلات والموديلات بالنسبه اللي بغات تخيط او لا تشري، فهادو بعض الافكار، موديلات أنيقة بألوان رائعة وكذلك دارجة على الموضة وآخر ما كاين، تصاميم غاية في الروعة كما كتشوفوا معايا. غتشوفوا الجديد والحصري على القناة كيف ما عودتكم ديما، فأنا كنحاول أن نجيب لكم الجديد، فما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وكذلك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم عزيزاتي المشاهدات الغاليات. كما كتشوفوا معايا هاد العبايات بالحزام فكيجيو أنيقين، وكذلك اللوينات اللي ميلونجين مع بعضياتهم بحال هاد اللون الأحمر، وكذلك الخياطة اللي كاينة في الكمام واسعة شوية كما كتشوفوا معايا، جا مع هذا الحذاء الراقي وتشكيلة راقية او موديل راقي ديال هاد العباية هادي. وهاد العباية كذلك اللي باللون الاسود كيف ما كتشوفوا معايا، هذا مع حقيبة اليد بالدوغي كذلك الحذاء، وهاد التشكيلة الراقية من العبايات اللي الكم اللي كيكون فيها واسع هنا كيف ما كتشوفوا، دايزين بالخياطه من الجناب وكذلك بالحزام من هي كتشوفوا معايا هاد لاغوب اللي لابسه من تحت العبايه، هي دايره لها الحزام. اللوينات زوينين كيمشيو مع البيض بحال هذا المارون اللي جا مع البيض غزال بزاف، وهذا الاخضر كذلك. وهذا الازرق اللي كيجي جميل بزاف مع الابيض، وكذلك الحذاء اللي لبسات فهو في الاسود، عطى واحد الجماليه لهاد العبايه. وهنايا العبايه كما كتشوفوا معايا ماشي وازعه من الكمام، هي جات مجموعه من الكمام. وهذا الموديل اللي فيه هذا اللون المطرد اللي ميلونجات فيه هذا الحجر بالارجنتي كما كتشوفوا، رائع. وهذا الخيوط اللي في الجناب تصميم زوين وراقي، وكذلك هذا الازرق الملكي اللي داخل معاه في الكمام كما كتشوفوا معايا، اللون الاخضر جا ملبس بالثوب من الداخل بالاخضر. فبالنسبه لدوك الفراشات هما عطاو واحد الجماليه لهاد العبايه. وبالنسبه اللي كتبغي سامبل تقدر ما يعني ما تديرهمش، فهادو بعض التشكيلات والموديلات للفكره فقط. وبالنسبه لهذا الموديل حتى هو اللي فيه هاد الخيوط بالاسود، هاد الخيوط اللي جاو نازلين في الكمام وكذلك في الجناب وفي الحزام، حتى في الحزام حتى هما اللون الابيض والاسود كيجي رائع. فاختارت هنا الحذاء الاسود. وهاد العبايه اللي كتجي بحال هكا منبته بالعقيق حتى هي، فكيجي معها اللبس العصري، فهنايا العريضه لابسه معاها هنايا السروال او البنطلون ديال الجين جا زوين بزاف. وهادو بعض الصور للاستفاده. فصراحه البنات عجبني انا هذا الموديل وعجبتني حتى التوب ديالو وكيفاش منبت بالعقيق، يعني راقي. فكنتمنى هاد الموديلات وهاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا وخديتوا فكره بالنسبه اللي بغات تخيط او اللي بغات تشري. فهادو كانوا بعض الموديلات وبعض التشكيلات، ونتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم.